السلام عليكم بنياتي، كي دايرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم بنياتي وليداتي اماتي حبابي فين ما كانوا. كنشكركم تبارك الله عليكم لهلا خدتكم عليا. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بنياتي غادي ندير معكم الرايب ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. بسم الله، عندي طرو تاع الحليب، غادي نخوي هذا حليب ديال البقدر ماشي الحليب المشري، غادي نشعل عليه يفيض ان شاء الله بيد الله. بسم الله البنيات، غادي نخلي هذا يفيض ان شاء الله. بعد ما يفيض هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصوب الاخر هنايا ان شاء الله يا ربي. عندي هنا بناتي جوج ياغورت على بالي ياغورت. بسم الله، كندير جوج. اللي بغى يدير فانيليا يديرها، انا ما كتعجبنيش ما نديرهاش. اللي بغينا السنبيه كاين السنبيه، كاين اللي عزيز عليه. نخلطوا هذا مزيان البنات، كيجي رائع، تيجي زوين. حنا في قباليت رمضان ان شاء الله يا ربي، زوين. اللي بغى يتسحر بيه، اللي بغى يفطر بيه، اللي يعني حتى في الصيف في هاد الوقيته راه زوين بزاف. السكر على حساب البنات، انا ما هو خصك ديري فيه 3 المعلقات، ولكن انا ما غاديش نكثر، غندير جوج. اي بسم الله، جوج بركه على حسب الحلاوه اللي يديروا. حلو اللي بغا يديروا مسوس كله ويدير قياسه بحال هكا البنات. السكر يذوبو بحال هكا، كنخلي الحليب الاخر يفيض حتى يفيض، كنحطو يستريح واحد شويه، وعاد كنخويه شويه بشويه، نخوي شويه بشويه حتى كنخويه كامل، وعاد نعمرو في الكيس. هانتوما البنات، بعد ما فاض الحليب هذا كنمشيو معاه بشويه حتى نخلطو مزيان. هاك البنات مشطو، خصنا نخلطو مزيان بكل عطاء درناه. هاك البنات، هاكا بعد ما خلطناه مزيان مزيان مزيان، دابا غادي نعمرو في الكيسان البنات. نهز في الكيسان بنياتي ونعمر بحال هكا. بسم الله، اللهم يسر يا ربي. هما راه يطرو تيديرو فيه عي واحد، وانا درت فيه جوج باش يجي مزيان بزاف. هانتوما بناتي كوكوس، وتنطيب الماء كيطيب، دير السبوله
وكنخوي فوقهم الربع ديال الكاس، نسد عليهم الكوكوت ونخليهم بنياتي واحد خمسة السوايع ولا ستة السوايع صافي، ونحيدهم من الكوكوت ونحطهم في الثلاجة يبردو. صافي تنسد عليهم الكوكوت تنغطيه بواحد المينطة. هانتوما البنات هانتوما معايا ما تمشيو فيه حتى النهاية، تابعوني راه تيجي زوين ورائع في هاد رمضان ان شاء الله. وبلا رمضان كندير ليه السلوفان بحال هكا البنات، تا غادي ندير ليه في السلوفان هو بنياتي باش ما يقطر فيش داك الماء تاع الكوكوت، يبقى صاين مزيان بحال هكا. انا غاديه معاه هناك، شاركوا بنياتي تابعوني البنات العزازات. هانتوما الحبابات هكا نزيد الكاس الاخر حتى هو يبقى يعني راه كيجي زوين كيجي واعر البنات. هاد كبنياتي هانتوما هالوك كيف تشوفو كنجيب الماء طايب لي هو تيكون طايب البنات بحال هكا، كنخويه الوسط هنا هانتوما كنلحقو له الربع ديال الكيسان صافي. كنحبس كنسد عليه كوكوت ونغطيه بواحد المينطة ونخليه حتى النهاية ان شاء الله. ونوريك البنات بعد ما وجد الرايب ديالنا نتوما تشوفوا فيه بنياتي كيفاش داير تبارك الله ما شاء الله. ها نتوما البنات ها نتوما ها نتوما ها الرايب البنات بعد ما وجدتو ترافقوه. اللي بغى يقطع شويه التمر اللي بغى يدير حب الملوك اللي بغى يدير داك الفريز اللي بغى يدير داك التوت اللي بغى يدير يعني اللي بغى يدير شي حاجه كيقطعها طريفات ويرافقها به. اللي بغى يدير الفواكه الجافه انا عندي هنا اللوز مقلي ومهرشم، ها هو اللوز مقلي ومهرشم. اللي بغى يدير اللوز اللي بغى يدير التمر اللي بغى يدير يعني اللي عجبو شي حاجه يديرها كنديروا ليها البنات هك بحال كبنياتي. شويه اللوز مهرشم كما تشوفوا، التمر ها هو كاين اللي بغى يقطع حتى هو شويه بحال هك. هذا التمر المجهول ياك ما عارفين التمر صحي، الفواكه الجافه صحيه، كلشي راه صحي مقطعوه بالمستريفات. انا خليته بحال هكايا عي باش نوريكم. ندير شويه القرفه بحال هكا البنيات رافقه بشويه القرفه هك، عارفه القرفه زوينه تدير الدوره الدمويه زوينه بزاف بحال هكا بنياتي. وكان الاخرين غادي نخليهم ما ندير فيهمش يعني كله اللي بغى يدير شي حاجه في كاسو كيديرها. الرايب هو هذا كما تشوفوا فيه، هو طلع واعر البنات اقسم لكم بالله العلي العظيم تطلع واعر طلع فن. ما نقولش لكم في الحال سخون في يعني السحور حتى بلا رمضان ان شاء الله، احنا في قبيله رمضان
الله يجيبو بالسلامه وبالرحمه وبالعيشه وبالرزق وبالتصرف. اللي بغى يديرو في رمضان، اللي بغى يديرو بلا رمضان، اللي بغى يديرو حتى من دابا، يعني هو زوين في الحال سخون كترافقي بي اي حاجه، زوين بزاف. بنياتي تنشكركم، تابعوني في قناه كويزين ام مروه. شكرا بناتي حباباتي، تبارك الله عليكم، لهلا خطيكم عليا العزازات الغاليات، شكرا تبارك الله عليكم.